مرحلة جديدة من التحول الرقمي بإنشاء مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. تلك المنظومة التي تعمل على تقديم خدمات حل الأزمات والطوارئ والإغاثة والتعامل مع بلاغات المواطنين في أسرع وقت من خلال نظام اتصالات يعمل على التنسيق والتواصل بين جهات الدولة المختلفة في المحافظات لمجابهة هذه الأزمات للحفاظ على أرواح المواطنين وحماية المرافق الحيوية في حال حدوث أي طوارئ بها. الشبكة الوطنية وفرت فيها بنية تحتية للاتصالات من خلال عدد 2187 موقع أنشأناهم لصالح عشان يقدموا الخدمة من خلال الفرق الفنية والأطقم الفنية الخاصة بالشبكة. المواقع دي طبعا احنا موزعينها جغرافيا على الجمهورية بالكامل عشان توفر خدمات الاتصالات، وده تم التوزيع ده تم طبعا طبقا للكثافة السكانية والطبيعة الجغرافية لكل منطقة، وباستخدام احدث برامج تكنولوجيا الاتصالات اللي بنقدر نعمل منها تخطيط للشبكات، وبالتالي الكلام ده كله هينعكس على المواطن، سواء لا قدر الله المواطن اللي بيحصل له حادثة على الطريق بتوصل له عربية الإسعاف في الوقت الصح، توصل له القوات وزارة الداخلية توصل له في الوقت المظبوط. مركز المحافظة دايما بيبقى فيه ممثلي جميع الجهات المعنيه بالدوله، سواء نجده او كهرباء او اسعاف او بترول وايا كان نوع الخدمه موجودين، في قاعده بيانات قدامهم، في تواصل كامل ما بينه المركز وما بين عناصر واطقمه الميدانيه على الارض. لو حصل اي طلب لخدمه عامه بيتوجه الطقم وله زمن استجابه عشان نقدر نوصل بيها للمقاييس العالميه. من خلال المركز الاقليمي بيتم عمل محاضر تنسيق بين محافظه اسماعيليه واقليم القناه وسيناء، من خلال المحاضر دي بيتم اتاحه نسبه دعم بتوصل ل 25% من امكانيات كل محافظه وقت الازمه، فبقدر ان انا لو في ازمه في اي محافظه اقدم لهم ايه الدعم ده، سواء سيارات اسعاف، اطفاء، مستشفيات، معدات، أيا كان. المركز أتاح للمواطنين والعاملين في مرافق الدولة المختلفة سهولة التواصل مع ممثلي هذه المرافق من خلال بعض التطبيقات التي قدمها معرض الحلول والتطبيقات بالمركز كنماذج وضحت استطاعة قطاع النقل في تمكين أطقم التشغيل بالقطارات من التواصل مع غرفة التحكم المركزي في التشغيل أو الصيانة أو حالة الطوارئ، وبالمثل في قطاع الكهرباء الذي أتاح للمواطن سهولة التعرف على بعض الخدمات المقدمة وحل مشكلاته من خلال التنسيق والتواصل عبر نظام اتصالات مستقل بهذا المركز وربطه بمراكز السيطرة بالمحافظات. أي مشكلة أو في أوقات الصيانة هو بيتواصل مع غرفة التحكم المركزي، وبيقدر بقى تقوموا بقى التوجيهات للمختصين، سواء ان هم هيتواصلوا مع جهه خارجيه في الدوله او هيتواصلوا فيما بينهم يعني عشان يقوموا بالخدمه، سواء انها بتخدم مشروعات وزاره النقل زي مشروع المونوريل او يقدم خدمه امنيه مطلوبه. يعني احنا بنتعاون مع الشبكه الوطنيه في مشروع العدادات الذكيه، احنا من خلال الشبكه الوطنيه بنقدر نبعت بيانات العدادات الذكيه من خلال شرايح الاتصال المؤمنه التابعه للشبكه الوطنيه على شركات التوزيع، ومنها البرنامج اداره بيانات العدادات اللي هو موجود في المقر الرئيسي. البرنامج ده وظيفته اداره بيانات العدادات، خلال الموقع الرسمي او الموبايل ابلكيشن المواطن يقدر يتابع استهلاكه لحظيا ويدفع الفواتير الخاصة بيه من خلال قنوات الدفع الإلكتروني وغيرها من الخدمات. دشنا عدد 23 غرفة عمليات مركزية وفرعية، ابتداء من مركز دعم واتخاذ قرار في العاصمة الإدارية بالهيئة، ومرورا بمحافظات المنظومة بورسعيد والأقصر وإسماعيلية وجنوب سيناء. استقبلنا منذ التدشين عدد 186445 حالة طوارئ منذ ابريل 2021 وحتى تاريخه. منظومة السلامة والطوارئ العامة تعد أحد أكبر المنظومات من نوعها في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتوفر تطبيقات لتبادل المعلومات والبيانات الخاصة للجهات الحكومية بشكل مؤمن من خلال شبكة اتصالات حديثة ومؤمنة بها أحدث تكنولوجيا الاتصالات. مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يعد خطوة هامة نحو التحول الرقمي وتعزيز السلام والأمان للمواطنين وتقديم خدمات الرعاية لهم، ليكون المركز بوابة حقيقية لمصر الرقمية. محمود جميل، التلفزيون المصري.